بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: كتاب الظهار وهو محرم. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: فائدة من محاسن ديننا بيان حكم الظهار وما يترتب عليه، ولقد كان الظهار في الجاهلية طلاقا، في زمن الجاهلية كانوا يعتبرون الظهار طلاقا، فجاء الشرع الحكيم فأزال آثار الجاهلية، ولكنه سماه منكرا وزورا. الظهار منكر وزور لأنه كذب، وأدب فاعله فألزمه بالكفارة فقط، ولم يجعل ما صدر منه في حكم الطلاق. الظهار لا يعتبر طلاق ولكن يلزمه الكفارة، ولم يجعل ما صدر منه في حكم الطلاق لما يترتب على وجود النكاح واستدامته من المصالح الجزئية والكلية، فأبعد الله كل أمة لم تجعل الشرائع الإلهية نبراسها. فالعمل بما أوجب الله شرف في الدنيا وسعادة في الآخرة. والظهار في اللغة قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. وشرعاً هو ما عرفه المصنف بقوله: فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبداً بنسب أو رضاع. ويشترط لصحة الظهار شروط: الأول أن يكون من زوج، أن يكون الظهار صدر من زوج. الثاني أن يكون ممن يصح طلاقه وهو المميز، أن يكون الزوج مميز، أن ابن 6 و7 سنين. الثالث أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه كأمه وأخته ونحو ذلك، وهو محرم. الظهار محرم، وهذا بالإجماع لقوله جل شأنه: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. فالظهار منكر وزور، كيف يقول لزوجتي أنت علي مثل أمي؟ هذا كذب وزور، فتجب الكفارة لمن قال ذلك. فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبداً بنسب أو رضاع. إذا شبه زوجته بأمه أو بأخته، أو سواء كان بالنسب أو بالرضاع، من ظهر أو بطن، شبهها بظهر أو ببطن أو عضو آخر لا ينفصل، بقوله لها: أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه، أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم، فهو ظهار. هذا يعتبر ظهار.
وإن قالته لزوجها. المرأة إذا قالت لزوجها أنت كأبي ونحو ذلك فليس بظهار، قول المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي ليس بظهار، وعليها كفارته، ولكن يلزمها الكفارة ويصح من كل زوجة. قوله وأنت علي حرام، إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام أي فهو ظهار ولو نوى به طلاقا، لأنه صريح في تحريمها فكان ظهارا. روي ذلك عن عثمان وابن عباس رضي الله عنهما، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. وقال البخاري رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعن أحمد رحمه الله يرجع إلى نيته الذي قال أنت علي حرام، يرجع إلى نيته إن نوى به طلاقا أو ظهارا أو يمينا فعلى ما نوى. إذا قال أنت علي حرام إن نوى به طلاق فيعتبر طلاق، وإن نوى ظهار فيعتبر ظهار، وإن نوى يمين فيعتبر يمين. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله، وحكى ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة في كتابه الهدي زاد المعاد في هدي خير العباد 20 مذهبا وساق منها 13، وقال المذهب 13 الفرق بين أن يوقع التحريم منجزا أو معلقا تعليقا مقصودا وبين أن يخرجه مخرج اليمين، فالأول ظهار بكل حال ولو نوى به الطلاق، ولو وصله بقوله الطلاق، ولو وصله بقوله الطلاق. والثاني يمين يلزمه به كفارة يمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو صيام 3 أيام والثاني يلزم يمين يلزمه به كفارة يمين. فإذا قال أنت علي حرام أو إذا دخل رمضان وأنت علي حرام فظهار، وإذا قال إن سافرت أو إن كلمت فلانا فامرأتي علي حرام فيمين مكفرة. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالظهار محرم، لا يجوز للرجل أن يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، فإذا قال لزمته الكفارة قبل أن يجامع. وإن قالته لزوجها فليس بظهار، المرأة إذا قالت لزوجها أنت كأبي ليس بظهار وتلزمها الكفارة، لأن الله خصه بالرجال، الظهار خصه بالرجال دون النساء في قوله الذين يظاهرون منكم، خطاب للرجال. وبهذا القول قال الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله وأكثر العلماء رحمهم الله، وقال الزهري والأوزاعي وكثير من علماء السلف هو ظهار. قوله وعليها كفارته، عليها أن تكفر، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، لما رواه سعيد بن منصور والأثرم والدارقطني رحمهم الله أن عائشة بنت طلحة قالت إن تزوجت مصعب بن الزبير
فهو علي كظهر أمي. فاستفتت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأفتوها أن تعتق رقبة وتتزوجه، إن عليها كفارة عتق رقبة. وعنه أي قول آخر عليها كفارة يمين. قال الموفق والشارح هذا أقيس أي موافق للقياس وأشبه بالأصول. وعنه قول آخر لا شيء عليها وفاقا للثلاثة. فعلى المسلم أن يحذر الظهار محرم وكذب وزور. فصل ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط، فإذا وجد صار مظاهرا ومطلقا ومؤقتا، فإن وطئ فيه كفر. إذا جامع بعدما قال أنت عليك ظهر أمي لزمته الكفارة، وإن فرغ الوقت زال الظهار. إذا حدد ذلك بيوم أو يومين أو شهر فإذا فرغ الوقت زال الظهار. قال لحديث سلمة بن صخر رضي الله عنه قال كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، يعني قوي يكثر الجماع، فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. يعني ظاهر لمدة معينة، فإذا زالت تمت المدة انتهى الظهار، ويحرم قبل أن يكفر وط، يحرم عليه أن يجامع قبل أن يكفر إذا ظاهر، لقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. إذا قال أنت علي كظهر أمي لا يجوز أن يجامعها ولا يمسها حتى يعتق رقبة. وقوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، ولما رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي رحمهم الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي ظاهر من امرأته فقال عليه الصلاة والسلام فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. إذا قال أنت علي كظهر أمي لا يجوز أن يجامعها حتى يكفر عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا قبل أن يجامع. وبهذا القول قال الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم والجماهير من العلماء رحمهم الله. ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه. إذا قال أنت علي كظهر أمي لا يجوز أن يجامعها أو يقبلها أو يلاعبها، كل ذلك حرام حتى يكفر. قوله ودواعيه كالقبلة ونحوها لعموم قوله تعالى من قبل أن يتماسا، يعني يعتق رقبة قبل أن يقربها. وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله، وفي الجديد للشافعي يباح ذلك، ولكن قوله من قبل أن يتماسا يدل على أنه لا يجوز له أن يقربها. ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود، ويلزم إخراجها قبله أي قبل أن يجامع عند العزم عليه، وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير، لقوله تعالى ثم يعودون لما قالوا
يعني يريد الجماع، فلا يجوز له حتى يكفر، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، وبه قال أكثر علماء السلف والخلف رحمهم الله. قوله بتكريره قبل التكفير، إذا جامع عدة مرات قبل أن يكفر يكفر كفارة واحدة. وفاقاً لمالك والشافعي رحمهم الله، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله، وقال أبو حنيفة رحمه الله عليه لكل واحدة كفارة، وعن أحمد رحمه الله مثله. دليلنا ما رواه الترمذي والبيهقي وابن ماجة رحمهم الله واللفظ له، عن سلمة بن صخر البياضي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة. ولظهارة من نسائه بكلمة واحدة، إذا ظهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات يعني عدد الزوجات فكفارات، يكفر عن كل واحدة عن كل كلمة. أخرج البيهقي رحمه الله بسنده عن عمر رضي الله عنه في رجل ظاهر من أربع نسوة قال كفارة واحدة. قال البيهقي رحمه الله وبه قال عروة بن الزبير والحسن وربيعة بن عبد الرحمن، قال مالك رحمهم الله وذلك الأمر عندنا، وبه قال الشافعي رحمه الله في القديم، وقال في الجديد عليه في كل واحدة منهن كفارة. فصل: كفارته عتق رقبة. كفارة الظهار عتق رقبة، لقوله جل شانه: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. كفارة الظهار عتق رقبة قبل أن يجامع، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قبل أن يجامع، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا قبل أن يجامع. تنبيه على قوله 60 مسكينا، فلو رددها على واحد أو على عدد أقل من 60 مع وجود غيره من الفقراء لم يجزئه. وبه قال أكثر العلماء: لا بد أن يطعم 60 مسكينا، عدد 60 مسكين، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله، وعنه يجزئ، وبه قال أبو حنيفة. ولا تلزم الرقبة عتق الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها، فاضلاً عن كفايته دائماً أو وكفاية من يمونه من الأهل والأولاد، وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلة وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤنته وكتب علم ووفاء دين. يعني إذا كان عنده ما يعتق رقبة سوى هذه الأشياء الضرورية، وهو اختيار ابن القيم. ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة، لا بد تكون العبد أو الأمة مؤمنة، مؤمنة بالله عز وجل. ولا يجزئ
في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب، أن تكون سليمة ليس فيها عيب، سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى والشلل أو رجل أو أقطعهما أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام أو أقطع الخنصر الإصبع الصغير والبنصر الذي يليه من يد واحدة ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه، ولا أم ولد إذا كانت له أمى يجامعها وولد منها فلا يجزئ في عتقها لأنها أمة. قوله إلا رقبة مؤمنة قياسا وحملا على كفارة القتل، وجاء فيها فتحرير رقبة مؤمنة. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه لما جاء بالجارية السوداء قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فعلم من هذا أن عتق الرقبة أن تكون مؤمنة، مؤمنة بالله عز وجل، وفيه وجوب الإيمان بعلو الله جل وعلا. وبهذا القول قال مالك والشافعي رحمهم الله، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله، ولم يشترط أبو حنيفة رحمه الله الإيمان، والحق حق أن يتبع. فيشترط في عتق الرقبة أن تكون مؤمنة، مؤمنة بالله عز وجل. تنبيه على الصحيح من المذهب يجزئ إعتاق الطفل، وبعض الأصحاب اشترط أن يكون مميزاً. قوله ولا أم ولد، تكون لك جارية تطأها وولدت منك، لا يجوز في عتق الرقبة عتقها، لما رواه ابن ماجه والدارقطني رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكرت أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ماريا رضي الله عنها، ذكرت أم إبراهيم عليه السلام ابن النبي عليه الصلاة والسلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أعتقها ولدها، أي لما ولدت مني صارت معتوقة. ويجزئ المدبر، المدبر إذا قال الرجل لمملوكه: إذا أنا مت فأنت حر، فما زال حياً يجوز له أن يعتقه لأنه معلق بالموت، فما زال حياً يعتق، فيجزي عتق المدبر. وولد الزنا، لو كان هناك عبد ولد زنا يعتق أيضاً إذا كان مستقيماً، والأحمق أي ضعيف العقل، والمرهون، والجاني، والأمة الحامل ولو استثنى حملها، لما في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دبر، يعني قال لعبده: إذا أنا مت فأنت حر، فاحتاج الرجل هذا، احتاج فأخذه عليه السلام فباعه ودفع ثمنه إليه لأنه احتاج، والعبد قال له: أنت إذا مت فأنت حر، وقد احتاج في حياته، باعه الرسول عليه الصلاة والسلام لأن العتق معلق بالموت وهو حي، وإذا جاز بيعه جاز عتق. قوله وولد الزنا لدخوله في عموم قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، إذا كان ولد زنا ولكنه مؤمن.
ولقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. الإثم على الزاني، وهذا الولد إذا كان صالحاً لا يضره فيجوز عتقه. وفي الموطأ لمالك رحمه الله عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن الرجل يكون عليه رقبة يجزي يجوز أن يعتق ولد الزنا؟ قال: نعم، ذلك يجزئ عنه، لأن الإثم على من زنى، وهذا بريء، إذا كان صالحاً يجوز عتقه. وكذا في الموطأ لمالك رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أيضاً أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أعتق ولد زنا وأمه، أعتق ولد الزنا وأمه. وقال في الإنصاف، قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، قال: ويحصل له أجره كاملاً، خلافاً لمالك رحمه الله، فإنه يشفع مع صغره لأمه لا لأبيه. قوله: ولو قتل في الجناية، أن جنى جناية وقتل، لأن الإجزاء حصل بمجرد العتق، ولربما حصل العفو من المجني عليه أو من وليه. فصل: يجب التتابع في الصوم، إذا لم يجد عتق رقبة يصوم شهرين متتابعين، يجب التتابع في الصوم، يعني كل يوم بعد يوم، لا يفطر ولا يوما واحدا، شهرين متتابعين متواصلين، لقوله تعالى: فصيام شهرين متتابعين. فإن تخلله رمضان، إذا دخل عليه رمضان، أو فطر دخل عليه عيد الفطر، أو فطر يجب كعيد كيوم عيد وأيام التشريق وحيض إذا كانت مرأة، وجنون ومرض مخوف ونحوه، أو أفطر ناسياً أو مكرهاً أو لعذر يبيح الفطر، لم ينقطع ويجزئ. نعم، لم ينقطع، إذا أفطر لعذر كهذه الأعذار كدخول رمضان أو عيد أو أيام التشريق أو المرأة حاضت، يجوز أن يقطع، فإذا تم ذلك العذر يعني يواصل. ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط، يعني طعام. الفطر لكل إنسان صاع من تمر أو من شعير أو من زبيب. نعم. قوله: ناسياً أو مكرهاً، يعني إذا أفطر ناسياً أو مكرهاً، لقوله عليه السلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين، لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، أي من الفقراء. وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه، لابد يعطي 60 مسكيناً، أما إذا غداهم أو عشاهم لم يجزئه. وتجب النية في التكفير، إنما الأعمال بالنيات، وتجب النية في التكفير من صوم وغيره. قال: وعنه رواية: يجوز ذلك، وهو قول مالك وأبي حنيفة واختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. قلت: وهذا القول العمل به أولى، لعموم قوله تعالى: فإطعام 60 مسكينا،
قوله في فطره فقط، والصحيح إن شاء الله أنه يجزي من قوت بلده كما هو ظاهر القرآن، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، وصوبه في الإنصاف. قوله ولا من غيره، من غير البر أقل من مدين، لما جاء في سنن أبي داود رحمه الله أنه عليه السلام أعان أوس بن الصامت رضي الله عنه بعرق وعاء من تمر، والعرق مكتل يسع 30 صاعا، يعني كل مسكين نصف صاع. وعند الإمام أحمد رحمه الله، وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله من البر نصف صاع، ومن التمر والشعير صاع، وعند الشافعي مد من الجميع. قوله وتجب النية لعموم قوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات، وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا، يعني جامع زوجته التي ظاهر منها، وإن أصاب أي جامع المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع، يعني يجب عليه أن يصوم 2 شهرين كاملين من ابتدائه. وإن أصاب غيرها أي امرأة أخرى، امرأة زوجة أخرى ليلا لم ينقطع. أما من المظاهر، من المرأة التي ظاهر منها إذا جمعها انقطع، فيجب أن يصوم 2 شهرين كاملين. قوله انقطع التتابع، إذا جامع المظاهر التي ظاهر منها انقطع التتابع فعليه أن يصوم 2 شهرين متتابعين، وفاقاً لمالك وأبي حنيفة رحمهم الله لقوله جل ذكره فصيام 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. وعند الإمام الشافعي رحمه الله إذا وطئ في النهار ناسياً أو في الليل عابداً لا ينقطع التتابع، ولكن قول الأول أنه إذا جامع انقطع التتابع فيصوم 2 شهرين متتابعين. فعلى المسلم أن يتقي الله ولا يظاهر من زوجته، لا يقول أنت علي كظهر أمي أو ك يدي أختي، لا يجوز الظهار لأنه زور ومنكر، وعلى من ظاهر كفارة، ولا يجوز أن يجامع حتى يكفر. كتاب اللعان يشترط في صحته أن يكون بين زوجين، ومن عرف العربية لم يصح لعانه، وإن جهلها فبلغته، فإذا قذف امرأته فله إسقاط الحد باللعان، فيقول قبلها أي قبل المرأة 4 مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها، وفي الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذا إذا رمى زوجته بالزنا والعياذ بالله، وليس هناك بينة، فيلاعن يقول 4 مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، ومع غيبتها إذا كانت غائبة يسميها وينسبها، وفي الخامسة يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي المرأة 4 مرات أشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به من الزنا، ثم تقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين،
فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئًا من الألفاظ الخمسة، أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه، أو أبدل أحدهما لفظة أشهد بأقسم أو أحلف، أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط، لم يصح. أعوذ بالله. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: اللعان في اللغة مشتق من اللعن، وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، نعوذ بالله، لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا. وشرعا اللعان شرعا شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، الرجل والمرأة مقرونة بلعن أو غضب، مقرونة بلعن وغضب. ويشترط لصحة اللعان شروط تسعة: الأول أن يكون بين زوجين، زوج وامرأته. الثاني أن يكون بالغين، الزوج بالغ والمرأة بالغة. الثالث أن يكون عاقلين، كلاهما عاقل. الرابع أن يقذفها بالزنا. الخامس أن تكذبه الزوجة. السادس أن يكون باللغة العربية لمن يحسنها. السابع أن يبدأ الزوج باللعان كما هو صريح القرآن وتأتي الآية الكريمة. الثامن أن يكون اللعان بألفاظه الخمسة بحروفها. التاسع أن يحضرهما الحاكم أو نائبه. فائدة: إذا تم اللعان ثبت أربعة أحكام. الأول سقوط الحد إن كانت الزوجة محصنة، أو التعزير إن لم تكن محصنة. الثاني الفرقة بين المتلاعنين، يفرق بينهما لا يجتمعان أبدا. الثالث التحريم المؤبد ولو أكذب نفسه خلافا لأبي حنيفة. الرابع انتفاء الولد مع الزوج إذا ذكره في لعانه. واختار ابن القيم رحمه الله ينتفي ولو لم يذكره. نسأل الله السلامة والعافية. يشترط في صحته أن يكون بين زوجين، اللعان بين رجل وزوجته. لقوله جل وعلا: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال: ومن عرف بالعربية لم يصح لعانه، يعني يتكلم بهذه الكلمات باللغة العربية، وإن جهلها أي لا يعرف العربية فبلغته، فإذا قذف امرأته فله إسقاط الحد باللعان، فيقول قبلها أربع مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها. وفي الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي المرأة أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به من الزنا. ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئًا من الألفاظ الخمسة، أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه، أو أبدل أحدهما لفظة أشهد بأقسم أو أحلف، أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط، لم يصح. لا بد أن يتقيد بالألفاظ الواردة. قوله: فله إسقاط الحد باللعان قبله، يعني إذا رمى زوجته بالزنا. فإذا لعن
فرق بينهما إلى الأبد، أي فلا يصح لمخالفته النصوص لمخالفته المنصوص عليه في الكتاب والسنة، ليس له إسقاط الحد باللعان قبله، وهو اختيار ابن القيم وأكثر العلماء رحمهم الله، وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله، وقال الإمام أبو حنيفة يجوز. قوله أو لم يحضرهما الحاكم، أن عند اللعان، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله، لأن أول لعان في الإسلام هو لعان عويمر العجلاني مع زوجته. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه، وفيه قال عليه السلام: اذهب فأتي بها، أي المرأة، فتلاعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أول لعان في الإسلام لعان هلال بن أمية. قوله أو أبدل لفظة أشهد بأقسم إلى قوله لم يصح.